بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه الحلقة: لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. نفر من الله إلى الله، نفر من عقابه ومن غضبه ومن انتقامه ومن جبروته إلى رحمته ومغفرته. لا ملجأ، ما عندنا فين نمشيو، لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا منجا إلا إليه. هذا الشيء اللي تيطرنا وحنا عايشين في المجتمع وخصنا ناخذ منه العبره، غادي يجعلنا نرجعوا لله عز وجل، نتوبوا لله سبحانه وتعالى، نتحاسبوا مع نفوسنا، ما نبقاوش في الطغيان ديالنا، راه حنا تنهلكوا غير راسنا. اما الله عز وجل راه خبرنا في الحديث القدسي وقال: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله غني ونحن الفقراء. العباده ديالنا ما تزيد ليه حتى حاجه، والعصيان ديالنا ما تنقص ليه حتى شي حاجه، فهو الغني. فما تيامر بشي حاجه الا المصلحه ديالنا حنايا. مره تيزجرنا، مره تيرغبنا، مره تيحبب لينا. شوف الله سبحانه وتعالى الانواع ديال العقاب ديالو باش نرجعوا. فيروس، فيروس لا يرى بالعين المجرده، ادخل العالم الى بيوتهم. فيروس دخل الناس لديورهم، وزلزال خرج الناس من ديورهم. ايوا الدار انت مشيتي هربتي ليها باش غادي تنجا، دابا انت هارب من الدار باش غادي تنجا، فاين المفر؟ سيد ربي سبحانه وتعالى سيقول لنا: أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. الله عز وجل هو اللي نهربوا عنده. داكشي علاش جا في محكم كتابه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فلهذا أيها المغاربة، لا تكونوا كالدجاج. ما هو وجه الشبه ما بين أن تكونوا مثل الدجاج في أي شيء؟ فاش خصكم ما تكونوش بحالهم. الأغلبية ديالكم ولا كلكم تيمشي عند مول الدجاج، ردوا البال، تيمشي عند مول الدجاج. مول الدجاج داير المحل ديالو، داير الدجاج وحط لهم فين تينقبوا تياكلوا باش ما يموتوش. وكل ما جا بغى شي واحد شي حاجة، إما عدد كثير وإما وحدة وإما جوج يعطيه. حيت تيجي هذاك مول الدجاج ويمشي باش يهز شي وحدين، اما دجاجة واما جوج واما حسب الطلب. تيهربوا الاخرين، تيهربوا وتيشد اللي شد وتيتذبح وتيمشي. اش يدير الدجاج الاخر اللي سلك؟ تيرجع وتينقب وتينسى بان راه كاينين شي وحدين اللي تهزوا وتذبحوا وماتوا ومشاو. ما ردهاش، ما رد بال كاع حتى شي حاجه، عاود رجع تينقب. ومن بعد ذلك تيدير هذاك مول المحل نفس العمليه، وتيهربوا وعاود يرجعوا ينقبوا. ولكن في النهايه ما تيسد الحانوت حتى ما تيبقى حتى شي دجاجه في هذاك المحل غالبيا. عاود نفس العمليه تيقوم بها. الدجاج ما خداوش عبره، ولكن انت ايها المؤمن وانت ايها المؤمنه عندك تكوني بحال الدجاج هكا، ما تاخذش العبره. فاليد ديال القدره ديال سيد ربي تتجي لعندك. فمثلا حيت نجيو لهذا الزلزال هذا اللي وقع دابا، تنصيب الاماكن اللي ضرب فيها بزاف هي مراكش وما حولها من القرى والدشوره والبوادي. خرجت الناس من ديورهم، مات اللي مات رحمه الله عليه، والجرح اللي تجرح الله يشافيه، والتبتلى اللي تبتلى وتحرم من افراد العائله الله يصبرهم. انت ما قاسك والو، غير شي تزعزع هكا، خفتي شي شويه بحال داك الدجاج اللي دار هذاك وخاف
وعاود رجع للغنى ديالو، وعاود رجع للرشوه ديالو، وعاود رجع بحال هاد الشيء هذا دابا في اكادير، وهذا الشيء شاهد عليهم الفيديو. جايبين لك اسيدي واحد المغنيه جايات واش لبنانيه ولا شي حاجه، قال لك اسيدي هذا راه عندها اكبر فستان على الصعيد العالمي في مجرجر في الارض 50 متر فاصله كذا كذا باش تغني. وهذاك المقدم قال لك الحمد لله هذه حركه بسيطه، الحمد لله على لطف الله، ايوا نستمروا في الحفل ديالنا، بمعنى نستمروا في الفجور ديالنا، نستمروا في المنكر ديالنا، نستمروا في الفسق ديالنا. بحال هذاك الدجاج جا دار هذاك هكا، هربوا عاود رجعوا للنقيب هكا حتى انت. فتعود حليمة إلى عادتها القديمة، ما استفتيش، ضريتي راسك، شعل لك البولة الحمراء وما استفتيش، زدتي أنت غادي مكسيري، حتى تاكل يتكول الموتور وتهلك راسك. ملي شعلت لك البولة ونجيتي وسلكتي، وحمد الله وشكرو، هادوك اللي هما راه مشاو تحت الردم وهما مسلمين، ماشي أي واحد طاح عليه الردم راه صافي شهيد، لا، مسلم. يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذا طاح عليه الهدم، هذا من الشهداء، أنواع ديال الشهداء هذا منهم. أنت نجيتي، قلتي الحمد لله اللي أنا نجيت، ولكن هذه رسالة ترسلت ليا. ما نكونش أنا خطيب والمرأة ديالي متبرجة ونقول لي أجي يا لالة فلانة تشوف وتنوريها للبشر باش يشوفوا المرأة ديالي وهي متبرجة، كأن المسألة لا علاقة لها بالدين. ولا تصلك فنان ويجيب المرأة ديالو يقول لهم هكا وهو تيفتخر بها بالمرأة ديالو، باش تفتخر. فلهذا أقول للمغاربة جميعا خصوصا وللعالم الإسلامي عموما، توبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة. رصيد ربي حيت تكلمنا على التوبة قالنا وتوبوا إلى الله جميعا، وهي تفيد الاستغراق دون استثناء، جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أرجو الله وانا اولهم اوصي نفسي واياكم بالرجوع الى الله عز وجل. تحاسبوا مع نفوسنا، راى ابليس لعنه الله رؤيا في المنام من قبل الحسن البصري رحمه الله عليه وهو من التابعين، قال لي كيف حالك مع الامه؟ قال لي ثلاثه الاصناف، جوج انا متهني منهم وصنف انا متمرت معاه. جوج اللي متهني منهم هذوك الكفار راهم متهني منهم صافي راهم غادي للكفر، وهذوك المخلصين متهني منهم لان ما عندي منين ندوز بهم، لا غويناهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وسيدي ربي قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. وشكون اللي باقي؟ باقي هما حنا، هما عامة الناس اللي هما تنديروا الزبايال ونديروا المراكير وحنايا مسلمين وشادين الطريق، ولكن ونديروا واحد 120 ايطاج ديال الذنوب ونهزي يدينا الله عز وجل ونطلبوا له التوبه، وتتهدم ديك 120 الى ما دخلش فيها الحقوق ديال العباد، لان حقوق العباد مبنيه على المشاححه وحقوق الله مبنيه على المسامحه. فلهذا نتوبوا لله عز وجل. اللي المراه مع الريات يتغطاو، راه اللحم ديالهم ولا رخص من ديال العنزي وديال البقري، راه ولات القيمه ديالهم ما بقاش عندهم، راه حيت نسمعوا المثليين ونسمعوا السحاق ونسمعوا اللواط، هذا راه اهانه للمراه، بمعنى انها اصبحت غير مرغوب فيها، انت ما بقاش يديها فيك حد، ما بقاش حشومه، هذا راه اهانه لك انت المراه، الله دار فيك الاثاره وعطاك القيمه بهذيك الاثاره ديالك، حتى ان الرجل هو اللي يمشي ويعطي ويدير الصداق ويدير كل شيء لما فيك انت من اثاره تتجلبي، الا مشيتي بينتي كل شيء ما بقات لا اثاره والو، ضيعتي راسك. تب الله ايها الفنان، لا اقول لك ان تتوب من الفني، ولكن اقول لك ان تتوب في الفني، دير الحوايج اللي ما مخالفاش الشريعه الاسلاميه. تب الى الله ايها المسؤول، كل واحد يتوب فينا الله عز وجل، ونرجعوا نتوبوا لله، فالباب ديال التوبه مفتوح، والله غني عنا ونحن فقراء اليه. نطلب الله عز وجل يكون هذا الكلام هذا بلسما لما في صدورنا وشفاء لما في قلوبنا وجلاء همنا واحزاننا، والسلام عليكم ورحمه الله.